تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة هو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج شو نسوي دكتورة؟ نفتح أبواب التواصل مع المستمعين والمشاهدين عن طريق الإنستغرام لنستقبل ملاحظاتهم، شكرهم، شكواهم، أي ملاحظة من شأنها أن تحسن من خدمات هيئة الصحة بشكل خاص والخدمات الصحية في دولة الإمارات بشكل عام. صباحكم خميس فونيس وجو جميل، إن شاء الله يكون في هالويكند وآخر يوم في الأسبوع، وإن شاء الله كان يوم جميل، كان أسبوع جميل وحققتوا فيه كل اللي أنتوا تبونه وعندكم طاقة إيجابية لدخول الأسبوع القادم إن شاء الله. ذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai. كملي دكتورة شوي لما نخلص، لما تخلص التضبيط الميكروفون التلفونات يا محمود. طبعا اليوم يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، وفي نصيحة كانت قالتنا إياها أسماء من قبل ضمن الرسائل الإيجابية اللي تقولنا إياها أسماء الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي في الصحة في دبي، إن دائما ادخل الويكند أو ابتدي إجازة نهاية الأسبوع بذهن صافي وخالي من ضغوطات الدوام. شو معناتها؟ معناتها احنا خلال الأسبوع كامل 5 أيام الأحد إلى الخميس يكون عندنا ضغوطات، تاسكات، مهام في العمل لازم نقوم فيها. ممكن يوصل الخميس وأنا بعدني ما خلص جزء من هذا التاسكات اللي أنا عندي، ولكن ما أشيل الهم معاي والتفكير وحتى أوراق الدوام. الناس اللي تعرفني تعرف أنا ما أشيل أوراق الدوام ولا لابتوب الدوام معاي، ما ينزل معاي البيت، يقعد معاي في السيارة لين الأحد اللي يحبك الأحد. ما في إخلاص في العمل. ما في إخلاص في العمل. كيف ما تاخذين الشغل معك؟ اوراق الدوام نشيلها معانا البيت محمود، يعني ده يبقى ظلم بقى يعني، على الاقل عشان تحس انك انت انفصلت عن الدوام. ترى بعدين تعرف كل ما تشوف لابتوب الدوام، خصوصا لابتوب الدوام اللي عليه كل الشغل، كل ما تشوفه تتذكر تقول هي ما خلص هالشيء، متى بخلص هالشيء، بالتالي ما تستانس في الويكند. كيف تبتدي اسبوع جديد؟ اسمع الجناحي لا تسمعين كلام دكتوره ندى، لان الكلام اللي تقوله يعني ما ينفع في شغلنا نحن، فصبحت الله بالخير. اسمع صباحك ورد. صبحتكم الله بالنور السرور. ما تسمعين كلامها اللي تقولها لا تسمعينه. اسمح اللي يقول لا تسمعين كلامك، تقول في الويكند مفروض الواحد ما ينزل اوراق الدوام او لابتوب الدوام مع البيت عشان ما يفكر في الشغل. هو هذا الشيء الصح، بس يعني احيانا هو تغير ما اشكلك. هو احيانا الواحد يخليه في المكتب. خانت هالكلمات اسمها، ما حصلها كلمات تعب. ما اعرف كيف مش كلام الصح، ما اقدر اقول الصحيه الغلط يعني. واقعيا ما يصلح. واقعيا ما يصلح. لكن تبي دكتور لما الواحد يحب شغله ما يشتغل لأنه عنده شغل، يشتغل لأنه عنده شغف. صحيح. يعني مثلاً اللي يميزنا مثلاً عندنا في القسم نحن نروح نجيب الشغل حق عمارنا. ما شاء الله عليكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك دكتورة. مخبركم أنا في موقع تصوير حالياً، فبخبركم إن شاء الله بتطلع فيديوهات في الويكند بخصوص يوم القلب العالمي. ما بحرق عليكم الموضوع الحين. لكن بقول لكم نصيحتنا اليوم، وجبة الإفطار تعد من الوجبات المهمة التي تقيك من الكثير من الأمراض، ومنها أمراض القلب ومن يوم القلب العالمي والسكري وضعف الذاكرة وزيادة الوزن. ضعف الذاكرة أنه لازم الجسم الإنسان يحتاج طاقة أول الصبح أنه يبدأ فيها يومي، فإذا أنت مو قاعد تريق ولا تأخذ شيء وتصير الدوام على طول وتقول بس مالي نفس،
من وين بيجيب الانرجي؟ صحيح صحيح يا اسماء. فدائما نحن ننصح بوجبة الافطار لان الانسان فعلا يحتاج الى طاقة انه يشتغل يفكر يدخل اجتماعات حتى يحافظ انه هو ما يكون انسان عصبي وايد، لان الانسان يعني يمكن هو ما يحس انه يعاني لكن جسمه يحتاج الى طاقة. صحيح. فتبين يعني يصنفر ويعصب والماي طبعا. والماي اكيد. شكرا لك يا اسماء. عندك رسالة بتقولين اياها؟ نحن نتمنى بس ان يتابعونا الناس في اليوم والجمعة والسبت يتابعونا دوم، لكن هذه 3 أيام وايد مهمين. راح نكثف التوعية بخصوص يوم القلب العالمي، لأن المعلومة اللي يمكن البعض ما يعرفها يعني كان سابقا ثاني مسبب بالوفاة بعد الحوادث والسرطان، ولكن الحين عندنا مثلا في المنطقة ثاني مسبب بالوفاة هي أمراض القلب. طيب. يعني الحوادث أمراض القلب بعدين السرطان، فهالموضوع وايد مهم. صحيح. ونتمنى الكل يحافظ على صحة قلبه بكل الأشياء، يمكن ما في أشياء مباشرة للقلب. السكري ممكن يؤدي إلى أمراض القلب، الضغط ممكن يؤدي إلى أمراض القلب، فما في سبب مباشر، لكن الأمراض المزمنة هاي تزيد خطورة الإصابة بأمراض الشرايين. إنزين، عند الريايل في دراسة تقول إن قلة النوم تزيد خطر الإصابة إصابة الرجال بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بخبرهم الرسالة بس. شكرا لك أسمة. شكرا. شكرا. الدراسة تقول حذرت من أن عدم حصول الإنسان على قسط كافي من النوم خلال الليل يؤثر على كفاءة جهاز المناعة الذي يكافح الأمراض. الدراسة التي الأمريكية التي أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن ونشروا نتائجها في دورية اسمها سليب العلمية. أنزين للوصول إلى النتائج الدراسة أخذ فريق البحث عينات دم من عدد من الأشخاص لديهم أنماط مختلفة من النوم، وجدوا أن حصول الجسم على قسط كافي من النوم يقدر ب 7 ساعات جعل وظائف الجهاز المناعي تعمل بشكل أفضل وينعكس ذلك على الصحة العامة. كما وجدوا أن النتائج أظهرت لأول مرة أن قلة النوم لفترات طويلة تعمل على إيقاف البرامج المعنية بالاستجابة المناعية لخلايا الدم البيضاء. وقال الباحثون أن هذه الدراسة تقدم دليلا إضافيا على أن النوم الجيد ينعكس على الصحة العامة وخاصة كفاءة جهاز المناعة. كما أن قلة النوم تزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، كما تدفع الأشخاص للإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين السكر بكثرة مثل المشروبات الغازية اللي بيزيدون إن شاء الله هذه كلهم 100% محمود المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وهذه المشروبات التي تزيد من الإصابة بالسمنة والسكر يزيدون إن شاء الله 500%. تدرين ليش دكتورة؟ لأن يبيعون هالأشياء حق الناس وبعدين والعلاج وين؟ علاج من عند الدكتور. ايه تكاليف العلاج هذه صح ولا خليهم يتحملون ليش يمرضون الناس؟ لا لا محمود انا اتفق معاك ان يزيدون عليها خصوصا على السجار. انا السجار لو يحطون السيجاره واحده ب 1000 درهم انا اؤيد 100%. الحين بيقول سعر السيجاره 1000 درهم في دوله وين يا ربي نسيت اسمها نيبال يمكن اظن النيبال شو عندهم هذيلا ممنوع التدخين فيها في كل مكان حتى في الاماكن العامه ولا مكان ما تدخلين سجاير بس في البيت اظن كل واحد في البيت ما تدخلين سجاير البلد صدق اي والله مفروض واحد نيبالي قال لي المعلومه هذه انا مو متاكد منها لكن قال انهم هم يسمحون للسواح اللي يحضرون ان في نسبه معينه يدخلونها اللي هي ما ادري ما اعرف كم النسبه لكن البلد هناك ما في تدخين يلا سارينا محمود نيبال نصير هناك نجيب نسوي معاهم اجتماع ونشوف كيف توصلوا هالسياسه. محمود بخصوص هالضريبه والمشروبات الغازيه شوفوا يا جماعه في حد كان يقول والله لو خلوا سعره ب10 نبشتري يا جماعه ترى هو صحتنا في ايدنا مفتاح الصحه في ايد الانسان مهما الدكتور تكلم مهما الضريبه زادت مهما احنا اعطينا محاضرات توعويه ومن يعني برنامج صحه وسعاده لو سوينا منه 100 برنامج يتم مفتاح الصحه في ايدي انا اخذ القرار كانسان مسؤول ولا ننسى رب العالمين يسأل الانسان عما فعله في بدنه في الدنيا يقول دكتور نحن طلعنا برا على الموضوع الرئيسي الدراسة. مال الدراسه برد للدراسه برد للدراسه في حد يقول الأكل يهدي النفوس
هي طبعا الاكل نعمه من النعم الجميله. صباح الخير، صباحكم والله بالنور. ما هو الوقت الكافي للنوم؟ كم ساعه دكتوره؟ من 7 إلى 9 ساعات من للاعمار من 25 وفوق، وها نقطه وايد مهمه يا جماعه نركز على النوم. من 7 إلى 9 ساعات اللي هو المعدل مالنا، من 7 ها قالوا المعدل، يعني اذا نمت 10 ساعات ما في مشكله، ولكن لازم الاقل شيء 7 ساعات محمود. لا اذا ترقدين زياده بعد غلط دكتوره. لا قلنا 10 ما قلنا 12 14 ساعه، يعني 10 ساعات ضاع اليوم كله. ليش تسهر في الليل؟ انت لو نمت الساعه كم في الليل؟ 9 مساء لين الصبح كم ساعه؟ قولي حق عمرك انت كم مسجله سنابات الساعه كم الباقي؟ لا انا ارقد من وقت، انا انسانه انام بدري. محمود في نقطه مهمه بعد بالنسبه للنوم، احنا دائما نركز على اهميه النوم. تخيل ان في ناس يجون العياده وصفتهم العلاجيه تحسين النوم عندهم او السليب هايجين يسمونه. شو يعني سليب هايجين؟ يعني بمعنى طقوس النوم. في وايد ناس تيم امراض عضويه ونفسيه بسبب قله النوم، يقول لك ما نمغى 3 ساعات. 3 ساعات هذه لا تكفي ان الجسم يجدد نفسه، وبالتالي تصحى الصبح تكون في نشاط. في عنا عياده كامله اسمها عياده نوم في مستشفى راشد. هذه تقيس كل المؤشرات انك انت كيف تقدر تنام، ولما تنام كم المعدل. صحيح. كم هذا هل تروح في النوم العميق ولا ما تروح في النوم العميق، توصل مرحله النوم العميق وهالاشياء. فهي جدا مهمه، واحنا نحول عليها المرضى اللي يشكون من صعوبه في النوم. وهي والله هذا تعذيب، يعني واحد اللي عنده صعوبه في النوم عذاب، يعني ما يقدر ينام. في ناس ما عندهم قدره اصلا ينامون. هي النعمه من النعم اكيد. بس 10 ساعات وايد. انت كم ساعتنا محمود؟ يعني اكون صريح 5 ساعات ل6 ساعات. يعني اذا المذيع اللي يقرا دراسه ينام اقل من معدل الدراسه. لا بس انا نكتب له روشته الحين وصفه. هذه لان احس في وايد اشياء في حياتي لازم اسويها. هذا احساس وايد من الناس محمود، هذا احساس طبيعي، ولكن تذكر ان انت لو ما اخذت كفايتك من النوم صحتك تتعب، فلا تستطيع ان تحقق ما تريد تحقيقه. نطلع فاصل، لكن قبل الفاصل بس هذه الرسائل السريعة. أنا عندي أرق من سنين، واحد يقول دكتورة غيري هالكوت الأبيض لأنه ما أقدر أقرأ. زي في ناس تقول إذا رقت 2 ساعة أحمد وأشكر ربي، أنا يوم أرقد ما أسمع شيء ونومي ثقيل جدا، شو الحل؟ والله أنت محظوظ مثلي. أنا ما عندي مشكلة أنام أي مكان دكتورة، ما عندي مشكلة إن شاء الله درل شغال حذالي، إذا أبغي أرقد برقد. إنزين والله أنت من أصل المحظوظين محمود. هي الحمد لله، يعني أركب الطيارة كذا أرقادي معايا في الشنطة، طلعته رقدت نشيت في البوك طلعت رقاد. عموما ما نطلع فاصل ونكمل معاكم سوالف على الانستغرام، لكن بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن تطبيق جميل. هذا التطبيق اسمه المزاد الذكي. شو هو؟ شو تفاصيله؟ ما نتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة اللي يبغون يتواصلون معنا على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. طيب، هيئة الصحة بدبي أطلقت مؤخرا تطبيق المزاد الذكي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة للتحول إلى الحكومة الذكية والتسهيل على المتعاملين. ليش دكتورة؟ بسرعة الحصول على الخدمة. ممتاز. طيب المزاد الذكي شو علاقته بهيئة الصحة؟ هذا سؤال يدور في مخك. هذا السؤال الذهبي، لكن أنا بخبرت الحين عن العلاقة في هذا الموضوع، لأن معانا عبر الهاتف الأستاذ إيمان الجلاف مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أختي إيمان. صباح الخير أخ محمود، وحياكم الله والمستمعين جميعا. الله يحييك. الحين يقولون يعني شو علاقة المزاد الذكي في هيئة الصحة؟ لا، في له علاقة، تطبيق جميل جدا وفكرة مبتكرة قدمتوها أنتم في إدارة العقود والمشتريات. خبرينا عن فكرة التطبيق وأهميته بالنسبة للهيئة. طبعا
إن شاء الله. طبعا بالفعل في نهاية قصص المنصرم قامت الهيئة بإطلاق تطبيق المزاد الذكي كمبادرة لدعم استراتيجية الهيئة فيما يخص التحول الذكي. التطبيق طبعا بشكل مختصر يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للإطلاع والمشاركة في المزادات التي تطرحها الهيئة والخاصة بتأجير المحلات سواء كانت في مستشفياتنا أو في العيادات الخاصة بالهيئة والمساحات التجارية والإعلانية في كافة المباني. كذلك طبعا احنا عندنا بعد الاستخدام الخاص بالمواد سواء كانت معدات طبية أو تقنية يتم إخراجها من الخدمة ويتم عرضها في مزاد تتم في منافسة من قبل المستثمرين لشراء هذه الأجهزة. فهذه الفائدة طبعا مجملة من التطبيق. يعني أنتم تستهدفون في هذا التطبيق منو بالضبط؟ بس المستثمرين ولا؟ طبعا المستهدفين الأساسيين هم المستثمرين في الدولة من أفراد ومؤسسات ممن لديهم الرغبة طبعا في المشاركة في هذه المزادات حسب يعني أنشطتهم ورخصهم التجارية فيما يخص ذلك. ممتاز. اختي إيمان، شو الفائدة للمستثمرين لما ينزلوها تطبيق ويشترون من خلال المزاد؟ طبعا التطبيق هذا لفوائد عديدة، بنذكر منها توسعة قاعدة المستثمرين لدى الهيئة في المجال، بالتالي زيادة وتعزيز التنافسية على مزادات الهيئة من خلال زيادة قاعدة المتعاملين. الأهم من ذلك هو تعزيز مبدأ الشفافية والحيادية والوضوح في إجراءات المزايدة التي تطرحها الهيئة. ممتاز. كم لغة في التطبيق؟ نعم، كم لغة حاطين في التطبيق، عربي وإنجليزي بس؟ طبعا التطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن تحميله من متجر أبل وأندرويد من دون رسوم فقط، وللمرة الأولى يتم التسجيل للحصول فقط على الرقم السري. طيب أختي إيمان، أنا أهم سؤال الواحد إذا بيطلع على هذا التطبيق أنه يعني أنتوا تطرحون المناقصات في هذا التطبيق، من خلال هذا هل يتم إعلان الفائزين بالمناقصات في هذا التطبيق ولا لازم يراجع الهيئة مقر الهيئة ولا شو اللي يسوي بالضبط؟ لا طبعا أخ محمود، كافة الإجراءات من شراء وثائق المناقصة تحميلها وتقديم العروض والإعلان عن نتائجها يتم من خلال التطبيق بدون حاجة رجوع إلى مقر الهيئة. ممتاز. طيب شو نسمي التطبيق إذا ما نكتبه على المتجر؟ المزاد الذكي ولا سمارت؟ المزاد الذكي. بالإنجليزي؟ بالإنجليزي المزاد الذكي. بالإنجليزي سمارت مزاد. سمارت مزاد. أوكي. سمارت مزاد، وبالعربي المزاد الذكي اللي يبغي ينزله. طيب هذه أصحاب المشاريع الصغيرة اللي دائما تتبناها مؤسسة محمد بن راشد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه ممكن أنهم ينزلون هذا التطبيق ويستفيدون منه؟ طبعا أكيد، وخاصة بالنسبة لمؤسسات الإسميز لها طبعا لها مميزات خاصة تم في القانون الجديد، ومن خلالها من خلال النظام كذلك يتم تطبيق الامتيازات الخاصة فيهم. ممتاز. أختي إيمان، هل في شروط معينة للمستثمر اللي حاب إنه يعني يشترك في أي مناقصة أو يرسع عليه المزاد؟ لا ما في شروط، فقط إن هو يدخل يطلع على المزاد، إذا حاس في رغبة في المشاركة يدفع رسوم وثائق المناقصة واللي هي 500 درهم أونلاين يدفعها؟ نعم بيدفعها أونلاين؟ يدفعها أونلاين. ممتاز. حتى الدفع يتم أونلاين، وبعد ما يتم الدفع بإمكانه ينزل الوثائق المناقصة يعبيها ويرد يحملها مرة ثانية على النظام، وإحنا بالتالي نقوم باستلام العروض هذه وتحليلها ودراستها ومن ثم إعلان الفائزين. ممتاز. تبغين تضيفين شيء يمكن نحن ما ذكرناه من خلال الحوار معك؟ والله في النهاية أنا حابة أوجه دعوة لكافة المستثمرين لتحميل التطبيق، وفي حال وجود أي استفسار تواصل مع إدارة العقود والمشتريات في الهيئة على البريد الإلكتروني dhainvestors@dha.gov.ae. هذا بالإضافة أن فريق العمل من إدارة العقود والمشتريات وإدارة تقنية المعلومات بيكونوا متواجدين في منصة الهيئة في معرض جايتك الشهر القادم إن شاء الله لشرح كيفية استخدام التطبيق وتقديم الدعم اللازم في حال الحاجة. أنا وايد مستانس بهذه الفكرة، فكرة مبتكرة يمكن الأولى على مستوى الدوائر الحكومية أن يكون فيه تطبيق ذكي
يتيح للمستثمرين التواصل مع إدارات العقود والمشتريات. صحيح. في في الدائرة الحكومية. يعني أنا أحييكم على هذه الفكرة، إن شاء الله بس نشوفها تطبق في كافة الدوائر الحكومية بإذن تعالى. ونحن طبعا مستعدين في حال أي دائرة من الدوائر الحكومية حابة تزورنا وتسوي بنشمارك أو تتعرف على النظام. ممتاز. حياهم الله في أي وقت. مشكورة. ممتاز. يا أستاذة إيمان الجلاف، مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الصحة بدبي، كانت تكلمنا عن التطبيق، تطبيق المزاد الذكي. مشكور اختي إيمان. حياكم الله. الشكر موصول للجميع وفريق العمل في برنامج صحة وسعادة، وتمنياتنا بالصحة والسعادة للجميع بإذن الله. شكرا. نهارك سعيد. إذن مستمعين اللي حاب ينزل هذا التطبيق، هو اسمه سمارت مزاد بالإنجليزي سمارت مزاد، وبالعربي المزاد الذكي. صحيح. إنزين، فممكن تستفيدون منه، ممكن تتعرفون على كل الأشياء اللي يعني مطروحة من قبل الهيئة. ونحن نزلت محمود وإحنا على الهواء، والحلو لازم فيه لازم بتنزلين أنت. لازم تتعرف على التطبيق. الحلو فيه إنه يعطيك خيار، هل أنت شركة أو أنت فرد. يعني مو بس واحد يقول والله ما عندي شركة كبيرة وما أقدر أشارك، حتى الأفراد كأفراد ممكن يشاركون في المزادات. صحيح، بس الأفراد يعني عنده بزنس يكون. هي عنده بزنس طبعاً يعني. أيوة. يعني مو لازم، يعني هذا يعطي فرصة مثل ما أنت قلت للناس اللي عندهم المشاريع الصغيرة اللي الحين في بدايتها وحاب يدخل مناقصات أو حاب إنه يشتري من المزادات مالت الهيئة، في عنده مجال، لأنه يعطيك حتى فرصة أنت كتاجر صغير. إنزين، بنحط لكم اسم التطبيق في الإنستغرام للمواطنين. لا هو مفتوح للجميع. التطبيق للجميع. دش وإن شاء الله يا رب يعني يرسى عليك شيء. أيمن أشوفه مهتم بالموضوع. أيه. لا 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 يقول لا لا، أيمن فقير وين عنده اهتمام هذا. أي ما له في التجارة، التجارة هني هني التجارة على يميني. الحمد لله ما يتابع في الراديو ما يعرف من يمين من يسار. أي التجارة تغذية. يقول أيمن أنت تاجرين بالأغذية. يمكن، ما حد يعرف. أنا أعرف. عموما نطلع فاصل مستمعين الكرام. بعد الفاصل طبعا الجو بدأ يتغير دكتورة. أكيد. زين، تغير الجو هذا في له آثار على صحة الإنسان. صحيح. وبالتحديد أزمات الربو وتأثرها بتقلبات الطقس، هذا هو موضوعنا بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما كان يقول محمود قبل الفاصل ان الحين بدأ الجو يتغير وفي تقلبات وضباب والجو بدأ يبرد شوية، فيصاحب هذا بعض زيادة في أزمات الربو والرشح بشكل عام. بنتكلم عن هذا الموضوع، عن تقلبات الطقس وشو يعاني منها مرضى الربو وشو الاحتياطات اللازمة. بيكون معنا في الاستوديو الدكتور يوسف الديري، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد. صبحك الله بالنور والسرور دكتور، نورتنا. صباح الخير، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. قبل لا نبتدي هذا الحوار، بس يعني اللي حاب يتواصل معنا أرقام التواصل 6005514114 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستغرام DHA_Dubai. فنتكلم بداية دكتور بشكل عام، شو اللي يسبب أزمات الربو؟ الربو هو يعتبر مرض تحسسي بشكل أساسي. بعض الناس بتحسسوا لأمور موجودة خارج المنزل، من غبار الطلع، من زهور، أمور مشابهة لها. وبعض الناس بتحسسوا لأمور داخل المنزل، من غبار منزلي أو أحيانا بعض الحيوانات الأليفة مثل القطط والطيور وغيرها. وفي عوامل بتسبب التهيج العام للربو، من التهابات، من تغيرات في الطقس، غبار، تلوث وأمور مشابهة لها. طبعا دكتور انت الحين قائمة الأسباب اللي قلتها عن الربو كثيرة، بس الحين ننوه انه مو كل شخص كل شخص يكون له مهيج معين للربو. يعني مو نفس الشخص ممكن يتحسس من اكثر من عامل، ولا ممكن يتحسس من اكثر من عامل، ولا هو في عامل واحد. ممكن اكثر من عامل بآن واحد، وان كان بعضهم اشد من بعض. يعني تجد بعض الناس ممكن يتحسس من القطط والطيور والكلاب، لكن القطط اكثر شيء.
القطط أكثر شيء. أكثر شيء. الحيوان التاني ممكن بشكل أقل. بعض الناس بتحسسوا لأنواع من الزهور ما بتحسس نوع تاني. ممكن الإنسان اللي عنده حساسية يتحسس من أكثر من شيء أو من شيء واحد. بيختلف من شخص لآخر. طيب نرجع لموضوع تقلبات الجو دكتور. في عندنا يعني إحنا عندنا مجموعة أسئلة محضرين لكن بعد نستقبل أسئلة الجمهور. في عندنا المتابع أحمد دائما يتابعني يقول هي بالنسبة لتقلبات الجو مرضت وزدت شمت ويتني كحة وما نفع معاي إلا مضاد حيوي. زين تفضل دكتور. هل صحيح أن في بعض الأجهزة تنقي الهواء وتنظف الغبار وتنفع لتخفيف الغبار في المنازل خصوصا لكبار السن؟ الاير بيورفاير اللي يستخدمونها. تمام. هي عدة أنواع. الأنواع اللي هي مثبتة طبيا بنفعها تسمى HEPA. هذه فيها فلترة دقيقة جدا بتزيل الجراثيم والغبار والعوامل اللي بتسبب الحساسية. في أجهزة تانية تسوق على أنها للحساسية معظمها بيزيل الرمل وبيزيل هذه الغبار ما هي مثبتة صحيا بنفعها. فالHPA هي مثبتة بالنفع. الأنواع الثانية الله أعلم ممكن تنفع ممكن. وهل كل مريض ربو لازم يكون عنده جهاز مثل هالأجهزة المنقية من الغبار في البيت؟ ما هو شرط. بتعتمد على شدة الربو. المريض عنده ربو شديد جدا وبعد فحص الحساسية عرف عنده عوامل تتأثر بالطقس أو في موجود في البيت ينصح بهذا المسألة. لكن عادة العوامل الوقائية أهم. صحيح. يعني الإنسان اللي عنده بيته كله سجاد من الحائط للحائط هذا ينصح يزيل السجاد لأنه صحيح. هذا ما بيقولوا بيعشش فيه الغبار وهذه الأمور. الإنسان صحيح. اللي عنده حيوانات أليفة معروفة وبتحسس منها بتجنبها. المدخنين ما بيدخن وبتجنب المدخنين. صحيح صحيح. دكتور بس بالنسبة للحيوانات اللي ذكرتها في وايد من الناس حتى ما يعرفون أن الببغاءات تسوي نوبات ربو بسبب الريش اللي طاير منها. ففي ناس يقولك لا بس القطط والكلاب باقي الحيوانات أنه ما تسوي نوبات ربو. فمهم ننتبه لهالنقطة أنه يبنى حيوان في البيت بعدها بلت نوبات ربو تتكرر عند الأطفال أو عند الأشخاص في البيت أنه ممكن يكون من الزائر الجديد اللي عندنا في البيت. صحيح صحيح. ممكن أحيانا من القصة يعرف الإنسان جبت شيء جديد البيت حسست منه. صحيح. وفي حالة الشك في فحوص الحساسية إما فحوص جلدية أو دموية بتشير للعامل المسبب. ممتاز. طيب أكثر الفئات اللي ممكن تصاب بمثل هذه الأمراض أمراض الجهاز التنفسي دكتور؟ هو بداية بيبدأ في أي سن. يعني عادة بيظهر في سن الأطفال وسن الشباب الباكر. ممكن الأعراض تكون ما هي واضحة جدا في هذا السن. يأتي الإنسان بشكل لاحق أو ممكن يتغير بيئة العمل أو السكن. يعني إنسان معه سعال خفيف بين الفترة والأخرى كان في بيئة تغير إلى بيئة تانية في مواد بتحسس منها تظهر هذه الأمور لاحقا. لكن معظمهم بيميل أن يصيب فئة الشباب ممكن إلى متوسطي العمر. في واحد يقول حرمتي صيدلانية فما تنصحني دائما أخذ مضاد حيوي فما قولكم نحو هذا لأن بصراحة أنقلب وحش من الزكم. صحيح. ومعظم أسباب الزكام والإنفلونزا سببها فيروسات. صحيح. وفي هذه المضادات الحيوية ما بتنفع وممكن أحيانا تضر تسبب مقاومة للمضادات الحيوية. في حال استمر وانقلب من التهاب فيروسي إلى التهاب جرثومي في هذه الحالة المضاد الحيوي بينفع. بهالحالة ينصح أن يراجع الطبيب ويتأكد. هل الربو مرض وراثي؟ سامحيني دكتور. تفضل. غير مباشرة. في استعداد وراثي للحساسية. تجد بعض العائلات الأب والجد والخال عندهم حساسية والولد ممكن يكون معه هذا الشيء. وأحيانا ما تجد أحد في العائلة أبدا عنده هذا الشيء. ممتاز. ما في علاج نهائي للربو؟ نهائي لا. لا. ما في. إنزين دكتور في دائما سؤال تسألهم وايد من الأمهات وايد من الأشخاص. هل الربو مرتبط يعني يكون ممكن يكون عندي في مرحلة عمرية معينة وبعد ما تعدى هالمرحلة خلاص تختفي أعراض الربو عندي وعيش حياتي طبيعيا؟ لأن في مرضى إحنا نشوفهم بهالطريقة مثلا في لين عمر معين عنده أعراض ربو شديدة وبعد هذا يختفي عنه ممكن يرجع له على العمر أكبر مرة أخرى. فهل المعلومة صحيحة؟ هو ممكن في بعض الحالات الربو اللي بيصيب الأطفال دون سن 5 سنوات في احتمال كبير بعد 5 سنوات ما تظهر الأعراض. لكن كما ذكرتي عندهم الاستعداد موجود. صحيح. يعني ممكن إما يصابوا بالتهاب فيروسي أو يتغير بيئة العمل وتعرضوا لشيء يتحسسوا له تظهر الأعراض لاحقا. ممتاز. صحيح. طيب دكتور الآن احنا تكلمنا عن الأعراض عن المهيجات عن الأسباب. يا ترى ما هي الاحتياطات والوسائل الوقائية التي يجب أن نتبعها لوقاية أنفسنا من مثل هذه الأمراض وخاصة الربو؟ صحيح. يعني تقولوا الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح. وفي الربو هذا كتير ضروري. تجد بعض الأشخاص بيشتكوا من الربو بتكرر عندهم وتجد في عامل دائما حولهم بيسبب هذا الربو. إما يكون شخص نفسه مدخن
المعاه ربو بتأثر بالتدخين أكثر من غير المعاه ربو. صحيح. أو أحياناً تدخين سلبي، أحد معاه في المنزل أو في العمل بدخن. التعرض للتلوث، بعض الأنواع الأعمال اللي بيشتغل في أنواع الطبخ والخبز، الطحين ممكن يتحسس له. وجود الحيوانات الأليفة. صحيح. وجود السجاد داخل البيت، ننصح انه يتجنبه، وعلى الاقل في غرفه النوم، يعني اكثر شيء واحد بقضي وقت فيه غرفه النوم. صحيح. يتجنبها. ياخذ اللقاحات ضد الفيروسات معروفه الانفلونزا، ياخذ لقاحات ضد الالتهابات الرئويه الستريبتو نيمونيا. وتجنب الناس، حيا ما بيستطيع انسان يفعلها، معهم امراض، اذا بيعرف شخص معاه زكام معاه شيء يتجنبه، او في الحالات الشديده جدا ممكن الانسان حتى يستعمل كمامه، تجدها في اسيا كثير في فتره الانفلونزا، حط كمامه بطلع في المترو او في الباص. نحن في الامارات ما شاء الله شعب دكتور، لما نسلم على بعض نسلم بحميميه زياده، يعني يا ان نخاشم الشخص يا ان نوايهه، فمثل هذه السلوكيات هل أنتوا ضدها ولا معاها؟ يعني إذا كان التلامس هذا اللي ممكن يصير عن قرب. صحيح، هو يعني ممكن يزيد الالتهابات التنفسية خصوصا الفيروسية. لمعظم الأشخاص ما هي مشكلة، وضعه طبيعي، اللي معاه انفلونزا بدي يحذر، تجدها كثير أحيانا بعد موسم الحج. بيرجعوا الحجاج أخذوا فيروسات من حجاج آخرين والناس كلهم بيسلموا عليهم. صحيح. فبتزداد عندنا في المستشفى القبول المشافي، الأمراض التنفسية، الالتهابات وغيرها. صحيح. دكتور، بالنسبة لقسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد، شو الخدمات اللي قدمها لمرضى الربو ومرضى الأمراض الصدرية بشكل عام؟ تمام. قبل أن نأخذ هذا الدكتور، السؤال مهم جدا لطرحة الدكتورة ندى، بس نأخذ مداخلة من علي، ما نبغي نعطلها على الخط. شو رأيك دكتور؟ يلا نأخذ علي، ما نحيرها. صباحك وردي علي. صباحك نور حبيبتي. هلا حبيبتي، تفضلي. بخصوص الدكتورة الربو، في عنا حالات يعني تتغير من الحالة من الأطفال إلى هل من الطفل يزداد مع يوم يكبر في العمر يزداد الربو؟ يعني مثلا احنا الربو تقليل الربو، مثلا يوم الواحد يكبر في العمر الربو يقل عنده، يوم بالعكس في ناس من الصغر يزيد عندهم ومن الكبر يقل عندهم، فكيف هذا؟ انا ابي اعرف. هذا سؤال ثاني بعد ولا بس هذا؟ راحت علي. تمام. علي، الربو ما هو مرض واحد في كل الاشخاص. بيختلف مسبباته واستجابة الجسم له من شخص إلى آخر. فكما ذكرنا، بعض الأشخاص الأطفال بعد سن 5 سنوات بيخف الربو عندهم وممكن ما يظهر، وبعضهم بيرجع، وحسب العامل المسبب. إذا إنسان انتقل من بيئة نوعا ما ما فيها أمور تسبب حساسية، الأمور فيها حساسية ممكن تعملها. وأحيانا بالعكس، وجدوا الأطفال اللي تم تربيتهم في بيوت نظيفة معقمة 100% بيزداد لاحقا عندهم الحساسية، والأطفال الربيو حولهم حدائق وحيوانات وغيرها وصابوا التهابات لاحقا ما بيصير، فبختلف من شخص إلى آخر. صحيح، ممتاز. نرجع للسؤال محمود، الخدمات اللي تقدمونها في قسم الأمراض الصدرية. راشد. تمام. مستشفى راشد فيها خدمات متكاملة بالنسبة للأمراض الصدرية وخاصة في الربو. المختبر فحوص الوظائف التنفسية يعتبر يعني مختبر على قمة لجميع وظائف التنفسية، بما فيها اختبار تحريض الربو. بعض حالات الربو لما يتم عمل فحص وظائف تنفسية والإنسان ما هو في أزمة ربو حاليا ما تظهر في الأجهزة العادية. في بعض المواد الكيميائية ممكن يستعملها الإنسان والاستجابة لها تشير إلى الربو، فهذا متوفرة. بالنسبة للعلاج، الأدوية كلها من بخاخات وغيرها وحبوب، وهناك في الحالات الشديدة بعض الأدوية الحديثة اللي تم تستهدف مواد التهابية معينة تسبب الحساسية في الجسم في الدم، لها فحوصات معينة في الحالات الشديدة ممكن، وهذه متوفرة أيضا عندنا. والحالات الشديدة جدا في علاج حديث يسمى الثيرموبلاستي، اللي هو لما بتطور الربو لدرجة شديدة بيعمل سماكة شديدة في القصبات الهوائية، ممكن إدخال عن طريق المنظار مسبار راديو فريكونسي فيه ذبذبات كهربائية، يعمل زي الكي للقصبات الهوائية الصغيرة يوسعها ويخفف بعض الحالات. طبعا مو لكل مرضى الربو، الحالات الشديدة. ممتاز. طيب هل الربو معدي دكتور؟ لا. طيب عندي جهاز الأكسجين بالبيت وجربته وأنا ما عندي ضيق تنفس وكنت حموت بجد منه،
تمام. يعني الشيء ما يحتاجه الإنسان لا يستعمله. الأكسجين نفسه إذا استعمل الإنسان ما هو بحاجة إله إذا ما نفع احتمال الضرر وارد عند بعض الأشخاص. صحيح. حتى تسمم يستوم الأكسجين لما يرتفع عن نسبة معينة في الدم. صحيح. أنا من أشم مبانة يعني هو هذا المستمع يقول من أشم كلوركس وبعض الروايح تجيني حساسية، كيف أحل هالمشكلة؟ ليش تشم أصلا؟ ليش تشم الكلوركس في بيتهم؟ نعم، في شيء يعني شبيه بالربو هو التخريش المباشر من المواد الكيماوية. هذا ممكن يصيب إنسان ما معه ربو من الكلوراكس أو أي شيء مادة مخرشة شديدة ممكن يحصل هذا الشيء، فيتجنب هالإنسان أحسن شيء. في مواد حتى مواد التنظيف دكتور، يعني هل ممكن تسبب الربو ولا تهيج نوبة الربو؟ ممكن الشكلين. إذا إنسان معاه ربو وتعرض لمواد الأمونيا ولا مواد الكلور بتهيج عنده ربو، أو شخص ما عنده ربو استنشق هذه المواد بتعمل مثل الحروق الكيماوية في الرئة بتعطي أعراض شبيهة بالربو. أوكي. دكتور طبعا هذا ننصح للناس في البيوت دائما إنه ما يستخدموا مواد التنظيف القوية، يعني لازم يكون يتبعون تركيزات، كل مواد التنظيف عليه تركيز معين. مثلا يقول لك مثلا ملعقه في لتر من الماء، بس تلاقي ناس احيانا يحبون يبالغون على اعتبارنا ما ان البيت ما يتنظف عليه. يقول يعني لان ساعات حرمتي تنظف وتترس البيت عشان شيء احنا نحب شوي البيت يكون نظيف زياده عن اللزوم عشان شيء. صحيح، هي انتباه التركيز، احيانا الناس بيبالغوا بالتركيز عشان يكون تعقيم اشد. أكيد. ينتبه. والمساله الثانيه التهويه. صحيح. اليوم صحيح. التم في استعمال هذه لازم فتح الشبابيك معلش يدخل حر وشوي ترطوبة بس تطلع الريحة بأسرع وقت ممكن. المجهود الزايد يزيد من الربو كطلوع الدرجة وما شابه؟ معظم الناس لا، لكن الإنسان اللي معاه ربو الآن أزمة وفي عنده صفير الجهد ممكن يزيدها، وفي نسبة قليلة من الناس بيصيبهم الربو مع الجهد عند الرياضيين ممكن إذا ركض نصف ساعة ولا ساعة يظهر له، هذا فئة قليلة جدا. دكتور ندى ما ذكر سامي اللاعبين، بس في لاعبين مشهورين في العالم زين وهدافين ويلعبون في دوريات، في الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الإسباني، هم أصلا يعانون من مشاكل الربو ونجوم يعني لاعبي درجة أولى، والله ما ذكر أساميهم، يعني بحاول أشوف الأسامي، لكن بالفعل أن هذه المسألة ما راح تأثر، يعني ما راح توقف الشخص اللي يعاني من الربو عن ممارسة الرياضة أو أنه ممكن حتى يحترف هذه الرياضة. صحيح، الربو ما هو مرض مقعد معجز الإنسان. ممكن ضبطه، ممكن يعيش إنسان حياة صحة وسعادة بشكل تام إذا تم ضبطها، وممكن في أدوية الإنسان يستعملها حتى معاه ربو، وفي لعب محترفين ولاعبين أولمبيين معاهم وبيعيش حياة طبيعية فيها. ممتاز. ناخذ بوسحاق. بوسحاق تفضل يا بوسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، هلا أخوي تفضل. أي أنا عندي تنفس في بعض الأوقات الأطر. بس إذا استنسخت إذا سميت الأطر هذا يأتي من التيشو الزيادة. ما أستطيع أتنفس، يأتي لا أستطيع أتنفس كويس. ممتاز. تسمع الجواب إن شاء الله من الدكتور. شكرا لك يا أبو إسحاق. تفضل دكتور. تمام. شم الروائح العطرية أنواع، في نوع البحرق العود والبخور. هذا الحرق بحد ذاته بيهيج الربو. وممكن العطور هي تم بخها كلونيا اللي فيها كحول. هذا ممكن يهيج. فعادة الدهن، دهن العود ودهن المسك والورد وهذه الأمور تهيجها أخف. وفي بعض الناس يتحسسوا فعلا الرائحة، ممكن يتحسس رائحة الورد أو الياسمين أو غيرها ممكن تظهر له، فهذا الشخص الآخر ينتبه إلى هذه المسألة. ممتاز. دكتور بما أن الحين مع تقلبات الجو وتهيج ونوبات الربو، شو ممكن تعطي نصيحة لمرضى الربو مثلا بيروحون بر، بيروحون رحلة، بخصوص حمل الأدوية مالت الربو معهم؟ في ناس ترفض أن تشيل الأدوية معها، تقول لك أنا ما فيني شيء من زمان ما جتني نوبة الربو، خل أدوية في البيت. فشو ممكن توعيهم بهالنقطة؟ تمام. مريض الربو عادة بيكون عنده نوعين من الأدوية، أدوية مديدة العمل كنترولرز، هذه بيأخذها بشكل دام حسب طبعا شدة الربو. في صحيح. حالات ما بحتاجها. أكيد. الحالة اللي بحتاجها لازم على طول يأخذها. والأدوية اللي بيستعملها بالحالات الإنقاذية الريسكيو اللي عطل الفنتولين وما شابهها، هذه على طول لازم يكون معاه، سواء كان وخصوصا ذاك حيطلع خارج المدينة لا سمح الله، كان في بر بعيد مثلا ساعات عن المدينة مستوصف تجيه أزمة، إذا معاه البخاخ بسرعة
بيحلها بيبخ البخاخ وبتحسن بإذن الله. ممتاز. وفي بعد وحمة أسباب الربو دكتور اللي حين بتستوي شائعة مع البرد, إن حتى البرد الشديد ممكن يهيج نوبات ربو عند بعض الناس. صحيح, ممكن يكون شديد يعني لما درجات الحرارة تقارب الصفر المئوي ممكن إنه هل تعرض هذا يكون الجفاف مع البرد تعمل أزمات ربو. أحيانا إذا وضع إنسان شيء أمام أنفه سواء هذه الغترة أو الخمار بالنسبة للسيدات أو ما شابهها ممكن يدفئ الهواء يدخل للأنف والمجاري التنفسية بيخفف من هذه الأعراض. طيب في حد يقول الربو ومشاكل القلب, في دراسة دكتور تقول 75% من مرضى الربو معرضون لخطر الإصابة بنوبة قاتلة نتيجة لاعتقادهم بأن حالتهم تحت السيطرة. اللي بيحصل انه ممكن بعض الناس يختلط عليهم الاعراض الربو مع الأزمة القلبية خصوصا في متقدمي السن يعني إنسان صحيح. فوق 50 فوق 60 سنة تجيه ضائقة ممكن تكون أزمة قلبية وهو يعتبرها أزمة ربوية وبياخد بخاق وبزله تسرع القلب ويزيد في الحالة. في بعض الحالات بتحصل معظم مرضى الربو باعتبارهم شباب الأزمة القلبية بحد ذاتها ما هي شديدة لكن ممكن إذا أزمة التنفس اشتدت جدا وانخفض الأكسجين يعمل تأثيرات على القلب. ممتاز دكتور, قبل أن نختم معاك بس نبغي يعني كلمة أخيرة تبغي تقولها أو شغلة نسينا نحن نتكلم عنها وأيضا نبغي يعني نتعرف أكثر على الخدمات إذا في خدمة مميزة داخل مستشفى راشد ممكن تركز عليها. تمام, يعني طبعا نحن دائما الغاية من مرضى الربو يعيشوا حياة طبيعية وهذا ممكن لمعظم المرضى. عادة المشاكل اللي بتحصل عدم الالتزام بالوقاية عدم الالتزام بالعلاج. صحيح. وبالنسبة لمستشفى راشد عندنا عيادة متخصصة بأمراض الربو وكل هالخدمات اللي ذكرناها متوفرة فيها وبنقبل نحن التحويلات وإن شاء الله متمنى الصحة والسعادة لجميع المستمعين. جميل دكتور, الكوت هذا مال الدكاترة ما المفروض أنتم ما تلبسونه صح؟ لأن أنتم ما بلابسنه خارج العيادة المفروض ما تلبسه صح؟ هذا بيختلف, نحن فقط داخل العيادة أيه. خارج العيادة طالما نظيف وكويس ما في مشكلة. ما في مشكلة نظيف وكويس شو يضمني أن نظيف وكويس؟ أنا كل ما هذا أحس ما أني أمرض يعني البين عليها هو نفسيا يعني أبيض وممتاز. سؤال صح مرة سمعت لو يت سكتة قلبية ويلس يكح بقوة تخف وتروح, صحيح هذا الكلام دكتور؟ لا, هذا ممكن بتكلم في شيء أحيانا تسرع القلب أي. في نوع منه إذا السعال الشديد بيعمل فيجر رياكشن ممكن يبطئه للقلب بس هذا يعني ما بننصح فيه الناس يعملوا في البيت إذا جاء شيء إسعاف طوارئ مستشفى. شو الفرق بين أزمة النفس والأزمة القلبية؟ تمام, أزمة التنفس عادة في المجاري التنفسية ضيق تنفس مع أكسجين. الأزمة القلبية إما انسداد في شرايين القلب أو اضطراب في نظم القلب وهذه عادة أخطر. الله لا يبلانا شاء. آمين. طيب شكرا لك دكتور ما قصرت, يعني طبعا دكتور هو من الكفاءات الجديدة اللي انضمت لهيئة الصحة بدبي. طبعا دكتور يوسف الديري استشاري وأمراض استشاري أمراض الصدرية بمستشفى دبي. دكتور تحس صوتي أنا في مشكلة عندي صح؟ لا ما شاء الله يمكن كتل الاستعمال. لا فضفوك يا البارحة عندنا بطولة استخدمتها بزيادة عشان شي قال الدكتور. جزاك الله خير دكتور ما قصرت. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لك يا محمود ما قصرتي. شكرا. لا تلبسين هالكوت هذا يعني المفروض انه ما تلبسينه خارج العيادة ان شاء الله. فالك طيب. ها مو بحسن ايه فالك طيب ان شاء الله. انت تقولي لي فالك طيب من السنة كل يوم يقولي بعد دكتورة بالكوت اقول فالك طيب باكر. طيب شكرا لك ايمن سرحيل ما قصرت. ميرا الغفلي ميرا يعطيك العافية. Have a nice weekend. اي والله هاف نايس ويكند. عموما في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.